اول كليه مشرفونا في الاستوديو من محافظه البحيره، نرحب كليه بكليه تمريض جامعه دمنهور. هيمثل جامعه دمنهور في ماتش النهارده 8 طلاب، هتبتدي منهم 4. احساس النهارده احساس جميل جدا ان انا جاي العب ماتش خلاص، يعني تحصيل حاصل ان احنا فزنا وصعدنا دور الثمانيه. الحقيقه العباقره فرقت معايا في حياتي كتير جدا، يعني كم النوليدج اللي انا اخدته فرق معايا في كل حاجه. حتى لو احنا كنا جايين النهارده مرتاحين، بس برضه احنا جايين برضه على الفوز ان شاء الله رب العالمين، ان احنا ان شاء الله لازم نفوز باذن الله. الدور اللي بيقدمه البنك الاهلي فكره هايله جدا، ان هو بيدينا فرصه كشباب واحنا لسه في الاول ان احنا نقدم حاجه حلوه لبلدنا لتطوير المستشفيات الحكوميه.